بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب اللي أمامك تدريب يعني مر علينا، بس في بعض الشغلات اللي بدنا نستخدمها. أنا بدي أعطيك هنا درجات الطلبة والجنس ذكر أو أنثى، وطالب منك المطالب الثلاث الآتية: أوجد جدول التكرارات ومقاييس النزعة المركزية Central Tendency لدرجات الطلاب الذكور والإناث كل على حدة. يعني أنا بدي جدول تكرارات للشباب وللبنات على حدة، هذا على شقة وهذا على شقة، تمام؟ طبعا أكيد في إف، في استخدام للإف هنا، بس كيف بنستخدمها عندنا بنشوف. أيضا بدنا نوجد مقاييس تشتت Dispersion لدرجات الطالبات والشباب كلهم على حدة. طيب نشوف أول إيش ندخل البيانات اللي عندي. أنا طبعا عندي متغيرين، المارك اللي هو بيمثل الدرجات، والجندر اللي هو بيمثل الجنس. طبعا الجندر بدي أعتبرها عن طريق الفاليوز، بدي أدخلها عن طريق الفاليوز. واحد بيمثل ذكر، اثنين بيمثل أنثى. طيب هذا إدخال اللي هو إيش البيانات. بعد ما دخلنا البيانات هنا بدي أجي واحد ينقل لي البيانات، الماركس العلامات. نعم هذه طبعا البيانات. طبعا كيف بدها تجي من view values، تمام. هنا دخلنا البيانات. بعد ما دخلنا البيانات شوف المطلوب الاول جدول التكرارات ومقاييس النزعة المركزية للذكور على شقة والإناث على شقة. طبعا احنا اخذنا الكلام هذا من frequencies. انا بدي لمين؟ للمارك اللي هي درجات الطلبة. لكن شوف عدهان الستاتستكس هاي، هذا عشان اظهر جدول تكرارات statistics. النزعة المركزية اللي هي المين والميديان والمود والصم، لاحظ انا بديش لهذول، انا طالب مقاييس النزعة المركزية. شوف بدي اقول لك هذه نقطة مهمة في الامتحانات يا شب، انتبه إلها كويس جدا جدا. انا هنا بس بدي اعلم المين المتوسط او المعدل، الميديا اللي هي القيمة اللي في النص، المود القيمة الاكثر انتشارا او المنوال، الصم المجموع. هذول بيسموها Central Tendency لمقاييس النزعة المركزية. اياك انك تحط اي اشي اخر، تحط ليش زيادة، عارف الزيادة بتفهمني انك انت مش فاهم، صح؟ لما انت تحط لي هذه تقول لي ليه ما هو مش مهم يعني تزيد ولا يخس، لا هذه مش بضاعة يعني تزيد ولا تخس. هذه اذا انت حطيت هان يعني انت بتعتبر السكيونس من مقاييس النزعة المركزية. اذا هذه بتدلني انك انت ايش مش فاهم، فبدي اياك تفهم كويس. هل قد في مشكلة هنا اللي حينوجد لكل الطلبة الذكور والإناث؟ يعني هذا المعدل اللي هنا طلع لي معدل جميع الشعب ذكور وإناث، الصم كذلك، المود كذلك، جدول التكرارات كذلك. إذن هذا مش هو المطلوب، هذا مش هو المطلوب. طب ما هو المطلوب؟ لا المطلوب إني أنا بدي الجدول هذا جدول الذكور على شقة وجدول الإناث على شقة، المقاييس هذه كذلك، مقاييس للذكور عشقة وللإناث عشقة. فما الحل إذن؟ الحل طبعا الكل عارف أنه باستخدام الإف، لكن أنا المشكلة أني ما شفتش إف، بدي أشوف وين الإف. يا ناس أنا مش شايف الإف هنا، أنا مش شايف الإف. شوف بدي أقول لك شغلة، هذا السؤال بنحل بكل بساطة عن طريق حاجة بسموها
الاكسبلورر، حاجة بسموها هنا الاكسبلورر، لكن انا لسه ما وصلتش للاكسبلورر. في الاكسبلورر الموضوع هذا سهل، بقسم الملف زي ما بدي، ذكور واناث كان الله بيصير عليهم، لكن انا لسه ما وصلتش للاكسبلورر. والله اللي فاتح الشاشة يسكرها. طيب انا لسه ما وصلتش للاكسبلورر، الحل اني انا اخذنا فاكرين السيلكت كيس، فاكرينها كويس. السيلكت كيس من داتا بختار سيلكت كيس، يعني بدي اختار حالات حسب شرط معين. انا اول شيء بدي اشتغل لطلاب الذكور اللي هو ايش؟ اف، هيها اف الجندر بيساوي واحد، الجندر بيساوي ايه؟ بيساوي واحد، يعني ايش بيساوي واحد؟ الطلاب الذكور فقط، تمام. لو انت حطيت هالذكور اثنين بدك تحط اثنين، يعني تتقيدش باللي انا بعمله، انت حسب ما انت عملت، لان انا في الفاليوز اعطيت الواحد للذكور واثنين انثى، صح؟ خلاص. ايش انت بتلاحظ هان؟ خلاص، هل بتلاحظ انه هنا الموجودين الذكور الاناث شطب عليهم، يعني الاناث خارج الشغل يعني الان، واضح؟ وهذا هذا ايش العمود اجان جديد سيلكتد، يعني انا اخترته نط سيلكتد اني انا ما اخترتوش، واضح ولا مش واضح؟ تمام. طيب نيجي الان بكل بساطه الان من analysis frequencies. طيب هاي ريسيت عشان تبدا من جديد. انا بدي طبعا جدول التكرارات للماركس. هذه ديسبلاي يعني اظهر جدول التكرارات. والستاتستكس طبعا زي ما حكينا بدي انا مقاييس النزعه المركزيه، واحذر انك تختار اي شيء غير الاربعه هذولا. كلمه نزعه مركزيه شباب لاحظ انه معناهن منهن، نزعة مركزية المين المعدل، يعني أنا بدي رقم يمثل لي الكل، صح؟ بدي الميديا اللي في النص، المود الأكثر انتشارا، يعني رقم يعني عاملين شغل على الجميع لحد ما وصلنا له، هاي معنات نزعة مركزية. كلمة نزعة مركزية إنه هذا العدد إحنا عملنا شغل على كل البيانات عشان نصل له. خلاص تمام. ايوه، هل الان الاجاني البيانات اللي جتني هذه فقط لمين؟ للذكور، واضح؟ يعني هذا معدل الطلاب الذكور، هذا الميديا اللي هي الوسيط لطلاب الذكور، هذا جدول التكرارات للطلاب الذكور. شايف اذا كان انت مش مقتنع، هذه التوتال 8 هنا لكن انا عندي 12، ليش؟ لانه حذف الطالبات. تمام. انا بعمل بسكر لاني لاحظ بعمل مينيمايز، هذا في الامتحانات مهم الشغله هذه يا شباب اللي انا بحكيها في الامتحان مهم جدا، اعمل مينيمايز. ليش؟ لاني انا بدي اشتغل كمان على نفس ملف الاوتبوت. انا دير بالك في امتحانك، في امتحانك بدي اصلح لك على هذا الاوتبوت. ايش اللي بفهمني انك انت شاغل صح؟ اللي هو هذا ملف الاوتبوت، لانه هذه عدها هتاخد في هذه الخطوه عدها حتنتهي يعني. تمام. انا اوجدت المطلوب للمطلوب لطلاب الذكور، بدي اوجد المطلوب للطلاب الاناث بكل بساطة نفس الطريقة، select cases بنفس الطريقة، ولكن هنا الجندر اللي هو ايش؟ اثنين. يمكن انت عامل الاناث ثلاثة، انت حر حسب ما انت مرقم، او ميل وفيميل، براو عليك، يعني حسب، يعني ما تتقيد احيانا بالقيم اللي انا بحطها يعني. طيب خلاص، لاحظ اختار لي مين الان فقط الاناث، هي شطب لي على مين؟ على الذكور، واضح؟ بنفس الطريقه فريكوانسيز، ايوه نفس الشغل يعني، فيش اي اختلاف، 100% موافق. ايوه هي الان اجاني، لاحظ هذا الشغل اللي فوق للذكور واللي تحت لايش؟ للاناث. هذه لاحظ انه المتوسط البنات 81 بينما متوسط درجات الذكور 87. لاحظ انه كله على الاوتبوت، كله على ملف واحد. انا معني هذا الكلام في الامتحان، في الامتحان انا بدي اسلم منك ملف واحد فقط، بديش استلم 100 ملف، بديش استلم منك في الامتحان 50 ملف،
التصريح هيكون على ملف الاوتبوت، لانه دير بالك الخطوات، الخطوه اللي انت عملت الغت هذا صح. ايش بعرفني انك انت رحت على هذه ورحت على هذه ورحت على هذه الا ملف الاوتبوت؟ ما بيخلينيش اعرف الا ملف الاوتبوت فقط. اذا ما زبطليش ملف الاوتبوت دير بالك بلاش تخسر الامتحان، لان انا في الامتحان بكره بقول لك سلمني ملف الاوتبوت باسمك الشخصي محمد حسن حسن عمر الى اخره، بسلم هالملف وبصلي عليه. طيب نيجي الان للمطلوب الثاني، اوجد مقاييس التشتت dispersing لدرجات الطالبات الاناث والذكور كل على حدة، كل على حدة برضو بنفس الطريقة. اول اشي بدي اوجد للذكور بنفس الطريقة، هيني select case f، هاي الواحد هاي يحدد لي الذكور تمام. الان بجي analysis descriptive frequencies، لاحظ بدوش جدول التكرارات، انا بحط هنا ايه، هاي شلت الصح لاني انا بديش جدول التكرارات، انا برضو قاصد بدي اشوفك بتعرف تشيل الصح هذا ولا لا. الستاتستكس ايش هي مقاييس التشتت؟ هذه هي مقاييس التشتت، ستاندرد ديفيشن انحراف، الفيريانس، الرينج، المن الماكسيمم، هذه هي ايش ديسبيرسن، مقاييس التشتت. اذا انت حطيت لي هان وهان ايش انا بفهم؟ بفهم انك انت مش فاهم ايش مقاييس التشتت، واضح؟ اي ما بديش اياك تزيد حاجه، ما بدي اياك تزيد حاجه في الامتحان. موافق كونتينيو، موافق ممتاز. هاي ايه كله طبعا ملف نفس ملف الاوتبوت، هاي مقاييس النزع للتشتت للطلاب الذكور. بنفس الطريقه بعمل للاناث، في غلط في الموضوع يلا هاي بسرعه، ها خلينا نجي نحدد select cases، بس الاف هذا بدها تكون لمين؟ للاناث. طيب اثنين اوكي، هي تحدد طبعا الطالبات، هي فريكوانسيز طبعا بنفس الطريقه 100%، تمام التمام خلصنا هيك. هلا كله نفس على نفس ملف الاوتبوت. هذه طبعا مقاييس النزعه المركزيه للاناث. نشوف المطلوب اللي بعديه، اوجد مقاييس التوزيع ديستريبيوشن لجميع الدرجات. ايوه هنا انا للكل بدي ايش اشتغل عليه، ايش على الكل، فبرجع select cases بختار all. ايش بختار من هان؟ all، لاني خلاص انا بدي اشتغل على الكل وهذه سيبنا منها. الان بدي نفس الطريقه descriptive frequencies، بدي ايش انا الان اللي هو distribution هذه وهذه، بشطب اللي انا بديش اياه للكل طبعا. شايف هذه اللي هي skewness والcortosis اللي هي ايش الالتواء والتفرطع، واخذناهن. يلا الان السؤال انحل وانتهى. الان انا بخزن على طبعا على الدي وبسمي باسمي الشخصي مثلا اللي هي مثلا عاهد الغندور. ملف الاوتبوت بدي اخزنه ايه باسمي. طيب هل لقيت الطريقه هذه ايش رايكم فيها، سهله ولا صعبه؟ سهله طبعا، في طريقة أسهل دير بالك، في طريقة إيش؟ أسهل. إيش الطريقة الأسهل؟ الطريقة الأسهل إني أنا أجي أقسم الملف، إيش أجي أعمل؟ أقسم الملف. لاحظ يا شباب أنا برضو بذكرك إنه الطريقة الأكثر سهولة اللي هي على الإكسبلورر، لكن أنا لسه إيه؟ ما وصلتش الإكسبلورر. في طريقة أسهل من select case، الطريقة اللي هي split file. تعرف split file هذه بتقسم الملف بتقسم الملف حسب صفة معينة. أنا بدي أقسم الملف حسب الجنس، الذكور عشقة وبيانات الإناث عشقة، أو حسب الوزارة، موظفي وزارة التعليم عشقة، وزارة الصحة عشقة، وزارة الداخلية عشقة. هاي التقسيم تمام.
اذا انا هنا بعمل سبليت فايل بناء على الجنس جندر، هل هذا بيقسم لي الملف بناء على الجنس؟ ممكن اقسم بناء على الوزارة، ممكن اقسم بناء على التخصص، ممكن اقسم بناء على اي صفة بدك اياها، انت حر. موافق. هاي يقسم لي. واحد بيقول لي وين يا استاذ ما فيش تقسيم للملف؟ لا، تقسم في الخلفية الان، يعني هلقيت الذكور في شقة والاناث في شقة. الان مقسم ملفك، صح ولا لا؟ ملفك يعتبر ايش؟ مقسم. طيب بدي اتاكد من شغلي، يعني خلينا نشوف المطلوب الاول. اذا بدنا نحل السؤال بطريقه تقسيم الملف. اوجد جدول التكرارات ومقاييس النزعه المركزيه. هاي analysis frequencies، هاي جدول التكرارات. ايش بده؟ مقاييس النزعه المركزيه، هذه هي قلنا. بس تمام، ايوه بالضبط. شايف ايش عمل لي هنا؟ ها هاي عمل لي شغل، هاي للذكر للذكور هيو، وهي ايش للاناث. طبعا ما هو كل شيء له استخدام، تفكرش يعني كل حاجه فيه لها استخدامها. طيب نفس الطريقه، السؤال هذا وهذا وهذا نفس الحاجه في يعني. طيب لما انا بدي اوصل لهان، شوف طلع علي هنا السؤال اثنين بنحل بنفس طريقه السؤال واحد، ما نقسم الملف. لما اصل للمطلوب الثالث، عارف ايش بدي اعمل؟ بدي الغي التقسيم، لانه المطلوب الثالث عمين على البيانات كلها. لاحظ المطلوب الثالث على كل البيانات. اذا انا بدي الغي التقسيم، ايش بدي اعمل؟ بدي اروح للداتا سبليت فايل وارجع كل شيء زي ما كان. انا الغيت التقسيم هنا، الغيت التقسيم، لازم الغي التقسيم قبل المطلوب الثالث، لان المطلوب الثالث انا بشتغل على البيانات كلها بدون استثناء.